أهم حاجة في الستات جمالها. ينفع تيجي جنب الحتة دي؟ يبقى على الدنيا السلام. تعالوا بقى نتفرج ونشوف إيه اللي حصل في الحلقة دي. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. عايزين معانا؟ أهلا وسهلا، تفضل تفضل. تفضلي يا فندم. سي امبوسيبل، بعدك عم تفوتي عالم؟ لا انتي عن جد سي ترو، ما بقى في اشوف عالم، انا حتى لونات حتى ما اشوف. ثانية واحدة يا فندم. لا ما بتقولي لي ثانية واحدة. تفضلي جيبي لي مي مسقعة. ماشي حاضر. بسرعة. حاضر. فكرة اليونات عم شوف غلط لبسي مثلك عمي. يا ربي عنهار، شو بدي اعمل؟ بليز فيكي تعدى هونيك؟ مدام فيكي تعدى هونيك؟ مدام؟ شو بدي دوموازيل فيكي تعدى هونيك؟ نو. ما بدي تعدى حبة ولبس هذا اللون ما حلو، عم تأذينا. بليز تعدى هونيك. عن جد حتى اليونات انا حتى اليوم ما شوف. مسيو هاي، بس كتبت ما قلتوا هاي ولا بونجور ولا شيء. هاي معرفش حضرتك. يب تفوت على عالم تقول بونجور ما لازم تعرف. مش كله. مش كله. مش كله؟ شو يعني نصه؟ تقول بون ما تقول جور. هاي مسكينة. شو رأيك؟ بون. ما فت. ليه معصب؟ معصب؟ بشتغل يعني. درست؟ ليه شو بيك؟ تعبي. سلامتك. كنت عند دكتور سنين؟ لا. شو جاي تعمل هنا؟ جاي معنا بس. تقربها. خدتي. خدتها؟ ما لقيت لك. صراحة. فعلا. أبدا ما لقيت له، بعدين الأسفل ماني بقى لكي مثلي. اليوم ليه كيف عم تقلدوني؟ حتى أنا لبس أسفل مثلي ما معقول، بس أنت اللي بقلك شوي. منيحة مني ما لبس أسفل. طالبات مشان ما اشوف يا ربي اليوم. ما قلت لي شو اسمه؟ ليه تخبيت؟ ها؟ يعني تتخبى هي بتعيط عليك شي؟ لا. هي بتعيط عليك؟ لا. ليه مواصلة كثير؟ مش مواصلة؟ هي مواصلة. هي؟ طبيعي. انا ما بعرف حدا بيشوفني وبعزني. ثانية تفضلي. تفضلي يا نسا. مني اوكي. في خلي اليونات معك تقرجع، بس ما تاخذيهم لانه بدي اعمل شيء. خبي لي اياهم. ميرسي. باردون شوي بدي امرق. يعني ساعة ونص تقريبا. يعني كانت جايبة متأخرة جدا. سمعت ممكن ثانية واحدة؟ أيوة. طب حضرتك احنا ندخل امتى؟ نعم؟ ندخل امتى؟ اتفضل اتفضل. ازيك؟ ايه الاخبار؟ تمام. انا ريم. محمد. اتفضل ارتاح. محمد تحب مراتك قوي؟ خطيبتك هتتجوزوا امتى؟ لسه شويه. تحبها؟ طبعا. طيب عايز تسيب لها ذكرى بقى ما تنساهاش طول حياتها معاك؟ نعمل لها سربرايز حلوه كده. طبعا. انت دلوقتي هتتباس، بوسه خفيفه كده، بوظ له وشه. لا عادي بقى مش مهم. انت بتحب السبراي كمان بقى عشان يبقى ريحتك تفهم. يلا ارجع لها، خليك جاهز بقى، حاول تخلي الروج ده يبان وخليك متوتر. ها مثل مثل. يلا
ادخل لها كده ومتوتر شويه وقميصك مبهدل كده. كنت في الريسبشن بره. تاني في الريسبشن بره. بتكلم مع اختك ليه؟ قلت لك مسرح لو سمحتي تفضلي. أنا قلت لي ممكن أيوة تفضلي. هلو ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اتفضلي. انا امل. جهان. هاي جهان، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام. انت وشك مش شايفه فيه شغل كتير، بس انت هنا منطقه دهنيه شويه. هون اصلا مش كويس. تراش ماركس هنا. خلينا نبص على وشك كده ونعمل لك شويه حاجات. احنا عاملين اوفرز كويسه قوي. اسمك رنا؟ جهان. جهان. عشان لونج بقى. الاقي بقى الشنطه كده. عندك كام سنة؟ 19. 19؟ ايه ده انت لسه صغيرة قوي. متجوزة؟ مخطوبة. مخطوبة؟ ايه ده، اهلا. ازيك؟ مالك في حاجة؟ انت وشك محمر. انت عندك، انا لازم اشوف لك الموضوع ده. ايه ده؟ مش انا، انت كنت في جامعة القاهرة؟ اه. اوكي. متهيألي شفتك قبل كده. اتفضل افرد رجلك. جيهان 19 سنة. رنا البخار؟ بخار ولا كده؟ البخار. ناني حبيبي حلوه، يعني كيف ما ظبطتي هذا الحصان عليك؟ اوه اوكي، ممكن تديني بس عندك كتير بروبلمات. لا عادك على المكتب بقى، خلاص بشتغلش انا. لا على فكره طلعت مشوار. طب خلاص فيك توصلني مشوار. اقعدي اقعدي على المكتب انت بقى، اقعدي على المكتب طالما انت مصممه تشتغلي مكان. بس مفكر تدريب بخار بس عشان كل ده. انا مش بعيده. بس لا مش حلو، يعني بتعمل بنيات وهيك؟ اه واو نايس. وهي اختك؟ لا لك خطيبة. عن جد؟ عن جد خطيبة؟ قلت لك مساحي حمرا تركا، هذه بدها شهرين تتزبط. حبيبتي حبيبتي حرام، شو بدها كثير شيء. دي عروسة جاهزة بقى. ايه عروسة باربي. انا ما عاملة شيء فوزي. انا مسكة اي حرام يعني. يا شيخ حرام عليك. مسكة شو بدي اعمل؟ اما لما كنتش مع رقبة كنت عملتي ايه؟ يعني ايه؟ لكنت مرقبة. مرقبة يعني متقلقبة؟ شو بتقوليها؟ يعني ايه متقلقبة؟ مع رقبة. قولي وريكي حبيبتي. مع رقبة؟ مع رقبة. حلوة الكلمة. واو حلوة الكلمة. اي لاف ات. ايديا بليز ايديا ايديا. مع رقبة. عادية. دي صفتك يا حبيبي. ميرسي. مع رقبة. ماشي بس عشان نخلص بس عشان نمشي. ممكن نخلص؟ هيدا البول. ممكن تسكت نخلص؟ لا نخلص. عم بتقلك سكوت؟ يا ما حلوة ما حلوة. بردون منك. طب ما تخلصوا وانا بقى ما تخلصوا بإنتظار. بردون منك ما حلوة أبدا. إذا بدك خديها معي روحي معه. بدي أحكي أنا وياه شوي. يا بنتي ضلي قاعدة معنا؟ إزاي ده يعني بقى؟ هيك أنا مش فاهمة في إيه وأنت ساكت كده ليه؟ شو لازم يا ماما؟ تقريبا كل المناديل الموجوده فيها كده. خفت منها؟ قلت لك عندي بروبلم بالبشره ما صدقتني. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ كلك بروبلمات. طب تعي شوي. يا فين؟ تعي شوي انا بقول لك شو البروبلم. ايه ده في ايه؟ تعي شوي انا بقول لك شو البروبلم. انت مين انت اصلا؟ انا نانيتا. مين يعني زفت الطين دي مين؟ نانيتا يعني انا نانيتا. والله؟ هلا اذا انت ما بتعرفيني مشكلتك. شو بدي اعمل؟ يعني لابسة مثلي وما بتعرفينا؟ مشكلتك. ولا حد يعرفك اصلا. هو مودي بيعرفنا. انت بتعرفي مودي؟ ايه بتعرفها؟ بيعرفنا. يعني ممكن اكون خلص الا ايش بتخاف؟ ما بفهم الرجال بيخاف من مرته. خليك عادي. احنا انت مش مرته، انا مش مرته. شو هي اختك؟ قريبتك؟ وات؟ لا خطيبته يعني هي. ايدك ما تحطي علي. لا والله ايدك ما تحطي علي. ليه؟ انا حاسه انه انت امي. عشان نخلص. ملوثة حبيبتي ولا ملوثة؟ ليه؟ ايه ملوثة يعني ليه؟ سيبني طيب، في ايه وانت مبسوط خالص؟ في ايه؟ ليكي بتعيطي؟ انت اصلا انت بارده كده ليه؟ انت بارده ليه؟ لانه انت مجنونة. انت مطمنة على فكرة جدا وانت كمان اسكت وابعد عني اساسا.
طب بقعد عنا ليه سبت عبيطه؟ انت عبيطه ولا ايه؟ نو انا لانيتا، ما اسمي عبيطه، اسمي لانيتا. ليه ممكن تقعدي مكاني؟ ايه لانيتا؟ اوعى بقى، اوعى اوعى. يا مدام سيبني، مدام روقي، سيبني بقى كمان روقي. ما فيكي تعملي معي شي روقي، روقي ما فيكي تعملي معي شي ابدا. هتكلم الزوق خلاص، ما فيكي. خلاص انا هتكلم، انا مش هتكلم كتير. ما فيكي، اسكت بقى، سيبني دلوقتي. او مون ديو، عصبيه انت، عصبيه انت. بالله يا ماما، او رقه تبعيتك. او مون ديو، رقه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا سلام، اوعى بس. ليه عصبيه يا ماما؟ شو ايه؟ انا روقي؟ ايه ايه بتلفي كمان؟ يا مدام روقي؟ يا روقي؟ لا لا، ليه معصبي؟ يا ماما انا شو بدي انا احكي مع خطيبك؟ انت ما بتعجبيه. وين البروبليم؟ انا ما بعجبه؟ يا معلقبه، يا فتحي، يا فتحي. انا اي لايك مرعقبه وفتحي حلوين، بس انتوا رجالين خاطبين بعض. والله ما حق ما يطلع فيك. طب رجال خاطب رجال ولا صعبه؟ صعبه صعبه. رجال خاطب رجال ولبسه اصفر مثلي، عم جرب تقلديني. يا ملعونه، انا بقلدك. طب هي ما بتقلديني؟ ما بتقدري تكوني مثلي باي ذا وي. والله والله حق، والله فيك تكمشي. والله فيك تكمشي. يا سلام جهاد، ما فيك. ما انا غلطانه اصلا اني جيت هنا. عيونك، انا قلت لك غلطانه. شو تجي؟ قلت لك من اول فيلم ما قبلت. انت جيت قلت لك خليه لحاله. شو بدي اعمل؟ وابعت بدي ايدك علي. انتبه ايدك، ما بدي علي. انت ما بدي عليكي؟ انت ما بدي عليكي؟ ايدي ما بدي عليكي؟ استخرب بيتك بقى. ماما مش لاقيك، انا معايا. خلص، انا في شغل ثاني بعدين. خلص فيه، هو فيها خلاص. انا ماشي دلوقتي حالي. طب يلا امشي. اوعى تسيبني بقى. طب امشي امشي امشي. سيبني امشي. طب انت عايزه تسيبني؟ عايزه تمشي؟ سيبني 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 سيبني. عايزه تمشي؟ سيبني بقولك سيبني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ محترمه على فكره. انا شفت فعل فاضح في الكاميرا. انا شفت فعل فاضح في الكاميرا. مين اللي عمل بقى؟ عم تضربني. اه مش اصلا مشيت نسيتي كل ده. انا كنت هو في ايه؟ وين في وشي؟ تعالي شوفيني وشي، تعالي شوفيني وشي، مش عايزه امشي. يلا انت مالك كنت تضربيني ولا ايه؟ تعالي شوفيني وشي عشان امشي. اتكلم معايا كويس. شوفيني وشي عشان امشي. اتفضلي. اقعد ده في ايه؟ طب ما هو متجوز رجال يعني. شو بدي اعمل؟ شوفي رجال. طب ما تيجي يا امسيه. ما يصحش كده. شوف يا جماعه تاني برا. تعالي شوفي الامسيه. طب خلاص تعالي برا. مالو مين؟ تعالي برا. يلا يلا حطي برا. مين انت؟ مالك ده؟ انت مستفزه. انت ماده، انت كمان اغرب. تعالي شوفيني وشي عشان عايزه امشي من مكان الدرس ده. يا حبيبتي انا مش بارده. انا نيت تعليمي كمان. عندك مش مالي عينك، ما ده في كلينك يا حبيبي. ده غلط، ده غلط. اتفضلي. مش مالي عينك يعني انت صغير وبتعمل كده. مش مالي عينك. انت عايز تعمل ايه؟ سيبني بقى، سيبني بقى، سيبني بقى دلوقتي. لو انت مالي عينه ما كانش عمل كده. وانت سيبني بقى. انا هتبوس الناس عشان دي عينه محترمه. اوعى بقول لك يا عم. سيبني سيبني. صراحه ليها حق. طب شو بدك؟ شو بدك؟ شو بدك؟ شو بدك؟ لا كلام تاني. هي العيب مش من عليك. انا فتحي. وانت فاكره شعرك بقى؟ لا ده استاذ. ماما خدت بالي. على فكره اللي بيحصل ده ما ينفعش يا استاذ. امنع خطيبتك عن اللي بتعمله عشان انت اللي غلطان. ابعد عني بقولك. ابعد عني بقولك. ابعد عني بقولك. وشك كده على فكره هيتحرق. انا عامله لك ماسكات بالعصبيه دي. وشك ده مش هينفع. لا 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 لا. انت جايبه حد، جايبه حد مش مفهوم. انت ما بقيتيش مفهومه بالنسبه لي دلوقتي. وشك ده لو بطل ماليش دعوه. تمام اتفضلوا بقى. تمام اتفضل وشي. اتفضلي وشي ده. ترجعي. عايزه اشتغل عليها لو سمحت. وشي هترجعي غصب عنك. اتفضلي بقى. لا مفيش غصب عنك الكلام ده عشان انت قلت لي ما تعذبيش. غصب عنك اللي انت بتعملوه ده. انا مالي؟ انت جايبه واحد مش مسؤول؟ مش عبالات؟ يعني ايه؟ اتفضلوا بره. اتفضلوا بره عشان انت انا لو مريضه دي وشها باظ هيبقى فراق خطوه الاثنين. اوه شوهتي. لا خوفي. انا سامعه. انت شو؟ اخرجي بره طالما انت مش عارفه تتكلمي. انا مش عارفه. وشي يرجع لي عشان ما بعتلكوش. رجعوا لي حد من السوبر ماركت. بديك رشاوي. ما تستكونوا على بعض. بديك رشاوي كي انا. بديك. شوفي ان انيكا بقى رجع ورا. طب مش كده رشاوي كوشي كمان. لا انا رجع لي كوشي كمان. روحي.
يا حبيبتي بدي رجعلك وشك، بدي اعمل معك انا فيفر. واحد غير ما تقول انا بعرف كيف هذا بيروح. بدك عم بعمل لك انا عم خلص انت وشك اصلا لسه ما رجعش برضه. ايه بقول لك ايه عندي وجين. انا عندي معايا بعد 10 دقايق عندي وجين. برافو، كيف عرفتي؟ عشان افضل واحده في الدنيا انا شايف عكس. ليكي هلا انت عصبيه بس ذكيه. طب عادي بس عشان نخلص. وشك ممكن تقومي؟ لا 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 تكلمي عادي، قولي لو سمحتي امي. نو انت هتقعدي معاكي في الشارع؟ لا لا واحد مش مسؤول. مركز ايه انا؟ خطيب بيبص عليكي انا مالي؟ مركز ايه ده؟ مركز ايه ده؟ بس اسكت بقى. اتصرفي معايا يا حبيبتي. اقلعي ابنته، اضربيه اضربيها، انتوا حريكوا بعض، اولعوا. لا انا قلت لك من اول خليكي هناك. هو مش النهارده مش زفت خطيبي اصلا. طب خلاص اتفضل بره. اتفضلي على الشازلونج. مش خطيبي خلاص اتفضل بره على الشازلونج. اتفضلي. اتفضل بره. طب يلا على الشازلونج. لا يا حبيبتي سيبهولي. طب طب. وقعت. يا مايا طب انت مش خطيبي. انا هتفضلي على المكتب. طب ما انت بتقولي مش خطيبي. اتفضلي. اتفضلي. اه حبيتيني في كندا لحد ليك؟ اه انا عايزك تخف وشك يا ابو. لا حسيتك هتحبيني. بعرف. اتفضلي حطي المخده ورجعي ورا. مش انت مش خطيبها؟ هلا اليوم انا تعالى اقول لك. نو نو انا اليوم هيك عندي صبا. انا عارفه انت ازاي اصلا كده يعني. اليوم عندي بارتي بيرث داي، بعمل البارتي بيرث داي وبنعمل خطوبه. انا وياك بتعملي فيا انا؟ نعمل ريلاكس واحد واحد. وانت ما عملتيش كده. ويت ويت يلا ويت. طب اقول لك على حاجه هازمك على اليوم. بصي اعملي لي محضر. تعرفي تعملي لي محضر؟ تعرفي تعرفي بدي اعزمها اليوم على خطبتنا. زبطي لها وشها اي حته تعجبك. اديني انا ما انت جماعه تتبدى كلكم كده على جماعه تتبدى. هاتي هاتي جماعه تتبدى عشان جماعه تتبدى. كلكم جماعه كده مش برده. كاميرات هنا وكاميرات هنا وكاميرات هنا مية. وانا مذيعه وبمثل عليكي ومفيش اي حاجه اصلا. وشك ده شويه ميك اب. وانا اللي بصي. يلا برافو. والاصفر عليكي جاي. انت لا ممكن تيجي ممكن تيجي هنا ممكن تيجي هنا ممكن تيجي هنا عشان الكاميرا. تعالي على فكره اللباس اهو شايفه ده اللباس هو اللباس. انا ما بصش راجل اللي بتهزروا. اتفضلي. تعالي انت بتهزري. لا مش بتهزري بنتكلم بجد. طب اقعدي. اقعدي ارتاحي ارتاحي. يلا يلا عشان اقعدي. بس انا عايزه اخد منك كلمتين. ان انت موافقه على الاذاعه برمضان؟ موافقه ان الحلقه تتذاع.